طيب شباب، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد، وهي الجزء الاخير اللي راح لما تتابع من الاول للاخر تعرف كيف تقدر تحصل شهرة 2024 وجوائز عديدة. طبعا في مفاجأة، وهي الرابط الثاني راح تلقوه مثبت في الكومنتات، هو متجر سوبر سيل اللي فيه جوائز جدا رهيبة، واغلبية كلاش رويال ما انها عارفة عنه ولا اشي. تقدر من خلالها تحصل جوائز انت اصلا ناسيها، انا في حد ذاتي اكتشفته مؤخرا، صراحة جدا رهيب. طبعا كل ما عليك عشان تقدر انك تحصل هاي الشارة بالاختصار ومن الاخر حلين، يا اما تدخل على رابط هيموكوك راح تلاقيه فاتح بث مباشر. الشرط الاول انك تتفرج على الاقل شوي من البطولة العالمية، لازم انك تتفرج عشان تحصل الشارة. والشرط الثاني لما يطلع لك الفوت وتكون انت عامل تصويت اليوم، انك لما تجاوب على الفوت مثل اسئلة راح تطلع لك راح تقدر تحصل النقاط، ومن خلالها تقدر انك تحصل الجوائز. ايه الحل الثاني؟ راح تلاقي انا ايضا منزل الروابط في الحل الثاني من خلال اللعبه. تدخل على الاحداث اي سبورتس مثل ما تشوفون، هلا الحق بسرعه عشان هما بيعرضوا البطوله، الحق انك تتفرج عشان بعد ما تندم على عدم تحصيل الرايه. انا مثلا ايش راح اسوي، ندخل لايف وناو. انا عملت بريدكت تبع اليوم وعملت التصويت، ويا رب يفوز محمد لايت ويكسب هالبطوله. اوكي مثل ما تشوفون فتح معي الرابط. اوكي بنضغط، عملت البريدكشن وان شاء الله يكسب محمد لايت. اوكي انا هلا ضغطت، عندي 660 نقطة. خليت لحد الان، قبل شوي كنت بتفرج على لوكاس. Mash, and it's always Lucas. I swear in my notes it was Lucas for two of those three games. Lucas just you know allowing the crowd to enjoy himself. That's why he's such a fan favorite. And there we go. Let's take a look at this replay. All right, so this is the last 15 seconds. Slow down. You can see the dark ops taking out the ice spirit, walking directly on the tower. The log comes through, but اسمي هاي لحد الآن إيش أنا حصلت. من خلال تقدر تحصل عديد الجوائز، بس الأهم لازم تتفرج عشان بعد لما يبعثوا لك تقدر إنك تجمع هاي الشارة وما تندم. أوكي هلا بنعمل هيك، حلو، بنكمل نتابع ونحاول. الشيء الثاني الحلو هو متجر سوبر سيل اللي نزلته، وانا اكتشفت اني عندي جوائز ما حصلتها اكثر من شهر. ايش راح اسوي؟ انا فتحت هيك، اوكي تفرج يعني شوف. من خلال اتمامك المهمات اليوميه انا عندي 166 نقطه. لما اضغط على المهمات المطالب بها راح ينقلني مباشره. اوكي في عندي صندوق راح اعمل مطالبه، في عندي صندوق ذهب راح اعمل مطالبه. اوكي هاي الجوائز تقدر انك تحصلها، صناديق لا نهائيه من خلال اتمامك المهمات اليوميه، بصراحه جدا رهيبه. يعني لما ما لك تركز على ولا شيء تجيك مفاجات، هدايا ربانيه من عند كلاش رويال. يا رب كلاش رويال تبقى كريمه. شوف هاي مهمات اليوم انا كملتها، مهمه 2 نوفمبر و1 نوفمبر. على كل مهمه تبع مهمات اليوم اللي انا اكملها بحصل 3 نقاط على الارجح. واللي اكتشفت الاغرب، انا من اكثر من شهر وانا بلعب وحصلت لحد الان 166 نقطة. مثل ما تشوفون هاي المتجر تقدر انك تستبدل، هاي عروض جدا رهيبة، بس 1000 نقطة تقدر تحصل كل هاي الاجزاء. هاي العرض 200 نقطة، في عنا مثلا هاي التعبير مجاني وبطاقة 29 جزء من بطاقة بس ب2000 نقطة، وانك تقدر انك تشحن. بس يعني انا حسب ما لاحظت ان شركة سوبر سيل بتحاول انها تدعم لعيبة كلاش رويال، وخاصة يلي ما يشحنوا خلال اتمام هاي المهمات ومن خلال شراء هاي العروض اللي تعتبر مجانية من غير اي دفع. يعني اتمنى اكون استفدتكم، مثل ما انا يعني بحاول افيدكم، بحاول اخليكم اكسبوا، بحاول اعمل تغطيه شامله لاحداث كلاش رويال، للبطوله، للمتاجر، للتحديث. اتمنى انكم تدعموني ايضا عشان اوصل بس 5000، غيري بيتمنى 100000. انا بدي 5000 مشترك عشان اقدر اوزع عليكم كودات وفاير باسات، عشان انا دخلت يعني رسميا في شراكه مع سوبر سيل، بس الشرط الوحيد اللي ناقصني هو 5000 مشترك عشان اقدر اني اعمل جيف اوي وافتح بث مباشر اوزع فيه كودات واعمل تحديات معكم جدا رهيبه. مستني دعمكم، ويلا بينا نرفع هاي الفيديو لاكثر عدد ممكن من اللايكات والاشتراكات، واتمنى اكون افدتكم. الحقوا البث المباشر عشان اليوم هو اخر يوم، وان شاء الله يعني تحصلوا الجوائز. لو في عندك اي سؤال او اي تحدي او اي كومنت اكتب، وطبعا راح ارد عليك واحاول اني اوصلكم كل المعلومات اللي تلزمكم وعشان تحصلوا كل شيء. هلا انا بخليكم، بحبكم كتير، peace.